راه ما يبغيش الله. واش فينا هذا القران اللي قراه السيد اللي تعدى على دول؟ كيفاش القلب ديالو عطاه يعطى لولدي انا هاد العصا؟ كيفاش القلب ديالو عطاه يتكرفس لينا على ولدي؟ حاشا واش يكونوا هذوك الناس قارين القران، حاشا واش يكونوا هذوك الناس حاملين القران، حاشا واش يكونوا الناس عارفين كلام الله وعارفين. ولدي هو ديتو لتارودنت، مدرسة اللي كان في إقليم تارودنت، ديتو باش يقرأ القرآن. ما ديتوش أنا، الزوج ديالي اللي تكلف بهذه القضية، هو اللي يده. دخل الدري تا يقرأ، دخل الدري عندهم، صافي احنا جينا في حالتنا، صافي من تما انا الدري ما بقيتش، مشيت عنده في العيد ديال الميلود اللي مشينا عنده مع عيد الميلود، كان قريب ديك الساعات مشينا، كان الدري بخير وعلى خير. من مورا عيد الميلود صافي جيت لداري، جينا للدار من مورا ما بقيتش شفت الدري. تقريبا جلس دابا عندهم شهر، شي دابا جايه لشهرين باش جلس عندهم. الدراري ولدي ما جاش عندي انا ديريكت، داز عنده لدارو، معاه هو مزوج عنده دارو وحده اخرى، دازو الدراري تمايا. دا الدري حتى حس ليه الدري، ما جابوش ليا حتى الحاله ديالو، ما باش زعما نشوف ديك الحاله ديالو كيفاش دايره. الدري تربى الشعر ولا عنده الشعر يعني، وفواحد الحاله ما بحال شي واحد، بحال شي حد الا جالس في السبيطار الحماق ولا الله اعلم. دوز الدري دا عند الحلاق حسن ليه، عاد جابوا ليا، ما جابوا حتى الوحده ديال النهار. ديك الدخله اللي غيدخل عليا ولدي، كنشوف الدري صافي فشلت مرات، كنشوف الدري دخل عندي في واحد الحاله ما بحال كان في التعذيب، بحال كان شي حد كيعذب فيه. الدري كيفاش ديتو انا ديك المدرسه؟ الدري غليظ صحيح بخير وعلى خير، الدري رجع عندي، رجع عندي في واحد الحاله ما الدري ضعيف ضعاف، الدري مكرفص فيه الضراب يا مكرفص، الدري مكرفص، الصبع ديالو طار ليه الضفر، جاي عندي في واحد الحاله. ديت الدري انا في الحاله الجيده، رجع عندي ولدي في واحد الحاله ماشي هي هذيك، طاير ليه الضفر من رجليه. كنهضر مع الدري ما تيقدش يهضر، الصوت ديالو ما بقاش عنده داك الصوت اللي كان عنده الدري، الصوت مشى ليه، عينيه هابطين ليه هنا، بويض عينيه، كلشي البيوضه دايره ليه على عينيه. الدري ما قادش يهضر، ما قادش ياكل. تنقول ليه مالك ولدي شنو المشكل عندك؟ تا دخلت ولدي ندوش ليه، مع كان فيه الزغب، دخلت ولدي دخلته للدوش باش نغسل ليه. كي دخلت الدري الدوش نحك ليه نغسل ليه، كنلقى الدري كلشي كله مضروب، عنده مضروب بالكابل، بالكابل مضفور، ومضروب بالتيو داك ديال الماء، داك التيو ديال الماء اللي باش داك التيو القاصح. لقيت لا تراس الدري عنده ضرابي، راه انا غنوريك دابا التصاور تشوفهم. الدري كله مضروب في كتفه، في ظهره، في رجليه هنا كله مضروب. ملي قلت له ولدي شكون اللي ضربك؟ قال لي ضربني المعلم اللي تيقريهم والحارس اللي مقابلهم، اللي مقابل الدراري. وشادو وقرصوا من هنا من القفاه، هزوا بقرصه. ملي كنغسل ليه شعرو تنغسل ليه الحمو، تيقول لي ماما راه كيضروني عظامي. كنقول ليه قول لي ولدي مالك، حيت انا ما عرفش الدري مالو. انا تخلعت ملي كنشوف الدري في ديك الحاله، تخلعت كله هنا مقرص من هنا من راسو، قارصينو من هنا، الراس ديالو كيضرو، راسو كيضرو. كنغسل ليه وكله كيتالم، تيقول لي ماما راه عظامي كيضروني. كان فين ما حطيت عليه يدي تيقول لي ماما عظامي تيضروني. قلت ليه مالك اولدي، واش ياك ماشي واحد ورك عليك وضربك ولا؟ تيقول لي ماما صافي دوك الضرابي اللي عنده، دوك الضرابي كحلين بحال هكا، بحال هاد الزيف اللي دايره كحلين ومجبدين، يعني دوك الضرابي ديال شي واحد لا مهرش عليك ولا شي واحد باغي ينتقم منك، ماشي الضرابي ديال الاستاذ مع التلميذ غنضربو باش يتعلم ولا داك، بحال الانتقام، بحال شي حد باغي ينتقم منك. عرفتي ديك الحاله؟ ما عرفتش انا، ما عرفتش ولدي مالو، حتى الحاله النفسيه ديالو مريضه، ما كيقدش دابا، حتى الماكله ما تياكلش دابا، حاليا الماكله ما تياكلش. الدري بحال مصدوم، بحال الدري ما عرفتش، بحال مصدوم، حاله ديال النفسيه ديالو متازمه. حتى الهضره ما بقاش عنده حتى الجهد باش كيهضر، ما بقاش عنده داك الجهد اللي كان عند ولدي من قبل. الدري كان بخير وكان غليظ، انت شفتي التصاور ديالو؟ الدري كان غليظ تبارك الله، كان بخير. الدري تفش بحال شي واحد الا واكل التوكال وضعاف، ومشى ليه الجهد ديال الصوت، ومشى ليه الجهد في الصحه ديالو. كنوقع دابا انا لولدي وكلهم كله ضرابي. قال لي ماما نط مع الفجر، نوضونا مع الفجر. قال لي داخلين الدراري، قال لي مع الدخله دخلت انايا، قال لي انايا تعطلت شويه مع الدخله، قال لي دخلت نزل عليه بالتيو، داك التيو داك ديال الماء، قال لك داك التيو القاصح، قال لي نزل عليا.
بحال قال لك ضربني، قال لك بحال يا ماما قال لي ضربني الضو. الاخر ثاني اللي ضربه قال لك ماما انا جاي انا غادي القيس غادي البلاصه فين تيحفظوا، قال لك وهو تابعني من ورايا. مع الدخله قال لك دخلت شافوا شي جوج دراري قال لك مناقشين، دوك الدراري قال لك سبوها في ولدي، انا سبوها في ولدي قال لك هو يضربني وانا قال لك انا سابق، وقال لك شافني انا اللي سابق وهو كاين ورايا يعني عارفني ماشي انا اللي مدابز، قال لك وضربني. قال لك النهار الاخر قال لك فقت ماما قال لك مع ديك القرصه اللي قرصوا هذاك هنا هزوا بقصة باقي لحد الان كيضروا راسه من هنا، قال لك مع قرصني قال لك في الصباح فقت قال لي ماما فيا الدوخه ودرني راسي وتيضرني قلبي، قال لي فقت مع الصباح باش نمشي نقول ليها بغيت نمشي للسبيطار، مع ما داير لهم السبيطار تمايا زعما انا مريض شي واحد، قال لك زعما قلت لي نمشي للسبيطار باش نشوف مالي، قال لك ماما هو ينزل عليا بالكابل، قال لك ضربني بالكابل وانا قال لي مريض وضربني بالكابل صافي ورجع في حالاتك. هادي انا هادشي شفتو، انا هادشي بحال شي واحد مصي على ولدي انا ما عرفتش، حتى راجلي حتى هو ما تسوقش لهادشي، ما تسوقش ليه، دابا انا هادشي هو اللي بقى فيا الحال، هو اللي تكلف بولدي حتى تما، هو اللي قنعني باش نخلي ولدي يمشي ومن موراه ما تسوقش، ولا هاد الحاله ديال ولدي ما دا ما جاب، يعني هادشي بحال شي واحد الا شي واحد محرش عليك ولا شي حاجه. انا بغيت هادوك الناس، انا دابا راه درت شكايات ودرت كل شيء ودفعت داكشي للقانون باش القانون ياخذ يا حقي حق ولدي، وبغيت هادوك الناس فاش نتلاقى انا وياهم يستدعوهم يجيو ونتلاقى معاهم، بغيت هادوك الناس يقولوا لي شنو السبب اللي خلاهم يتعداو لي على ولدي وضربوه داك الضرب، واش محرشين يقولوا لي شكون اللي محرجهم، كاين شي مشكل تما يقولوا لي شنو هو المشكل، حتى هاد العصا اللي داروا لي ديال شي واحد محرش على شي حد باش يضربك، ولا شي واحد باغي ينتقم منك، ولا شي حد ما حاملكش هو اللي يدير لك هذيك العصا. انا هادشي اللي بغيت نعرف، انا كنطالب بالمسؤولين يوقفوا معايا، وكنطالب بالجمعيه ديال حقوق الطفل توقف معايا، وكنطالب بالسي الحموشي حتى هو يوقف معايا، حيتاش انا ولدي ضاع ليا ما بين يديا ولدي، الناس دابا الجيران كلشي دابا انا جبتو عند امي، انا دابا كاينه عند امي مسكينه اللي جابتني عند، عيط لها ديك النهار فاش وقع لي المشكل وجات عندي مسكينه بالليل كتجري هي واختي وجاو عندي، وهما دابا اللي واقفين في انا حيت الحاله ديالي مرضت ما نكذبش عليك، انا مرضني ولدي ديتو درت شكايه داك الشيء اللي قالوا لي الناس المهم درته قارين 60 حزب وداروا لهاد الدري هاد الحاله راه حشومه وعيب، راه هاد الشيء راه ما يبغيهش الله، واش فينا هاد القران اللي قرا هاد السيد اللي تعدى على هاد الولد، كيفاش القلب ديالو عطاه يعطي لولدي انا هاد العصا، كيفاش القلب ديالو عطاه يتكرفص لي انا على ولدي، راه حشومه واش عباد الله. صيفطت ولدي باش انا صيفطو انا فرحت وقلتها مع راسي قلت يا ربي انا راني هاد الوليد هديتو ليك، بغيت ان شاء الله ولدي حتى يخرج ليا حامل كتاب الله وحامل كتاب القران ويقرا تو السن حزب بحالو بحال اي واحد، انا تحطيتو في واحد الصوره وبغيت تمنيتو في هذيك الصوره، ولكن شنو 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 جا الدري جاني في واحد الحاله ما ماشي ديال حاشا واش يكونوا هذوك الناس قاريين القران، حاشا واش يكونوا هذوك الناس حاملين القران، حاشا واش يكون الناس عارفين كلام الله وعارف القران اش قال، حاشا، حيت كون كانوا عارفين القران وكان قلبهم حنين ما غاديش يوصلوا ليا ولدي هذه الحاله هذه. الدري بحال كان عايش في بحال شي واحد اللي عايش في شي خلا ولا عايش في شي غابه، جا واحد الحاله واحد الحاله راه عرفتي واحد الحاله راه واحد عرفتي اللحم ديالو كيفاش اللحم ديالو ولا مقشر، اللحم ديالو الجلده ديالو تقشرت وتحببات، عرفتي واحد الحاله راه غير ما بغيش نصور ولدينا في ديك الحاله في عريان ما نكذبش عليكم مرضت انا حالتي انا هو دابا مريض وانا مريضه وصافي ما بقيت عرفت شنو غندير.